أهلا بكم مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة معكم على شاشة النيل للأخبار للانتخابات الرئاسية المصرية 2024. إذن أسدل الستار على اليوم الثالث والأخير في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في تمام الساعة 9 مساء، ولكن وبحسب القواعد المعمول بها إذا كان هناك ناخبون في مجمع اللجنة الانتخابية قبل الساعة 9 يتم غلق اللجنة، ولكن يسمح لهؤلاء الموجودين بإنهاء عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب موجود في مجمع اللجنة الانتخابية. أجريت هذه الانتخابات وسط مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية ممن لهم حق التصويت، ما يعكس وعيا شعبيا كبيرا بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي. يؤكد هذا أيضا أن المواطن على وعي بأن الصوت أمانة يستطيع من خلاله أن يغير الحاضر وأن تستكمل مصر خطوة جديدة في بناء المستقبل وتحقق مسيرة التنمية نحو المستقبل الأفضل لأبناء هذا الوطن. أهلا بكم، والتغطية مستمرة والبداية بجولة لأبرز وأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. أغلقت منذ قليل مراكز التصويت أمام الناخبين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية. كانت اللجان الانتخابية شهدت كثافة في كل محافظات الجمهورية قبيل إغلاق باب التصويت، وذلك في حالة إقبال ملحوظ من المواطنين للإدلاء بأصواتهم. حرص الناخبون على المشاركة والتصويت انطلاقا من الواجب تجاه الوطن، خاصة مع التسهيلات العديدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. كما عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 لمتابعة عملية إغلاق مقار اللجان الانتخابية في موعدها أمام الناخبين ومواصلة العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان، والتي شهدت تواجدا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب أو المقر الانتخابي قبل 9 مساء. وأكد مستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الأجهزة والجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ ملحمة وطنية في تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية. وفعلا احنا يعني فعلا كانت ملحمة قام بها كافة الجهات والوزارات والدولة ممثلة في الحكومة والهيئات والجهات القضائية. بالفعل قامت بملحمة وطنية أثبتت للكافة مدى الانتماء والوطنية والإخلاص. مشهد تاريخي، إقبال غير مسبوق، عمل فعلا يدل على تناغم ما بين كافة المجتمع والمتناسق وصولا إلى مشهد يوصل رسالة للعالم مين هو المواطن المصري، حرصه على أداء واجبه، إثبات وجوده. وأكد مستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن النتيجة النهائية لفرز بطاقات التصويت سيتم الإعلان عنها في 18 من ديسمبر الجاري من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات. احنا أنهينا عمل الانتخاب في اليوم الثالث، كافة اللجان تم الغلق والآن بتباشر عملية الفرز المستمر في العمل. عند انتهائه من تمكين آخر ناخب في جمعية الانتخاب سيتم غلق الصندوق وبداية الفرز، وإن شاء الله لمنتظرين لأن احنا كافة المحاضر اللجان العامة تيجي الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم الرصد وإعلان النتيجة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إن شاء الله وفقا للجدول المحدد يوم 18/12 إن شاء الله. وأكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن النتيجة النهائية لفرز بطاقات التصويت سيعلن عنها في الموعد المحدد وهو 18 من ديسمبر الجاري من الهيئة الوطنية للانتخابات. كثافات عالية في اليوم الثالث، وزي ما قررنا ومن زمايلي وإن هم بيقولوا فعلا الموقف اللي احنا فيه موقف تاريخي يدل على ان وعي المواطن بحقه ودولته ووطنه. بشكر حضراتكم واحنا متابعين ان شاء الله
مع بعض حتى تمام انتهاء الساعة 9 وقفل جميع اللجان وبداية الفرز إن شاء الله. مؤتمر وخلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي لتسهيل عمليات الاقتراع لذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية. احنا بنشتغل بفكرة صاحب الأمر هو اللي يكون موجود عشان له الخبرة في العمل، فهو اللي هيقدر يدعمك بأفكار توصل لنتيجة اللي انت ترجوها. فلازم اللي يعني الحرفي في العمل هو المنوط بيه الشغلانة دي. فروحنا المجلس القومي لذوي الإعاقة وقعدنا معاهم واتكلمنا وعملنا بروتوكول ثلاثي، وزارة التضامن بما لها من قاعدة بيانات لذوي الإعاقة والمجلس القومي لذوي الإعاقة لاتصاله على مستوى المحافظات وله فروع بكافة أنواع الإعاقات كلها. بالفعل قعدت مع السيدة الدكتورة منى اللي هي رئيسة المجلس القومي لذوي الإعاقة، إيمان كريم، ودعمتنا وابتدينا نشتغل على نوعين من ذوي الإعاقة اللي هما بيحتاجوا منا مساعدة، الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية. وأشار المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لأنه تم توفير بطاقات برايل للتسهيل على ذوي الإعاقة البصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري. عملنا بطاقة برايل اللي هو كارت برايل ده وزعناه على كافة اللجان الفرعية في جمهورية مصر العربية. هو كارت بيتم وضع فيه بطاقة الاقتراع بداخله يمكن ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بشخصه وبنفسه. القانون أناط الأمر ده لرئيس اللجنة الفرعية فقط اللي هو يساعد ذوي الإعاقة البصرية. فبالتالي احنا الأصل ان القاضي او رئيس اللجنة الفرعية هو اللي بيساعد. كان هذا جانبا من كلمة مندوب مصر في الأمم المتحدة وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث فيها عن ما الجدوى من انتظار كل ما يحدث على أرض غزة لوقف إطلاق النار، خاصة بعد وصول عدد الشهداء لأكثر من 18,000 شهيد منهم عدد كبير من الأطفال. وقال المندوب المصري إنه مصر تخاطب ضمائر العالم لكي توقف ما يتم على أرض غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني. نعود لاستكمال الأخبار حول الانتخابات الرئاسية بعد نهاية يومها الثالث. حرصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مدار 3 أيام هي المخصصة للانتخابات الرئاسية، حرصت على تأمين سير عملية الاقتراع في كافة اللجان على مستوى الجمهورية للتأكد من تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وكذلك توفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم. على مدى 3 أيام واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية لتوفير أجواء ملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مستوى الجمهورية. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. لا تتوقف جهود وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية، إنما تحرص على التأكيد على الأبعاد الإنسانية في منظومة العمل الأمني، والذي بدا واضحا في رصد الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وأمامها الحالات الإنسانية وسعيها نحو تيسير إدلائهم بأصواتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. التواجد الأمني عالي جدا جدا في كل الشوارع على نادي الصبح الساعة 7:30، لقيت الشرطة كلها في كل مكان متواجدة، والتأمين عالي جدا جدا والناس كلها مبسوطة فرحانة، وفعلا هو عرس انتخاب النهارده. تواجد الأمني 100 100 ونظام، دخلت مفيش وقت، وانا نازلة احتفل اصلا عشان احتفل ببلدي وباليوم الجميل ده. انا جيت على طول ودخلت وسالة الأمن، تواجد أمني كويس جدا، وجوه ساعدوني جوه على طول في اللجنة بتاعتي. موجودين الظباط وزي الفل، وساعدتني الظابطة ودخلت في معادي وما وقفتش لكبار السن، وكل حاجة منتظمة وزي الفل. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح
بشوش وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش بالضحكة اللي على جبينه ربنا جنبه بيعينه هو ده يبقى الشعب المصري للي ما يعرفوش. كبار السن وذوي الهمم يسطرون بمشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي ملحمة وطنية تستقبلهم الخدمات الأمنية بلجان الانتخابات لتسهل عليهم، حيث تتضمن الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الانتخابات الرئاسية اتخاذ ما يلزم من خطوات للتسهيل عليهم خلال فترة الانتخابات للإدلاء بأصواتهم. الحمد لله نحمد ربنا على الأمن المتواجد في مصر، مصر أم الخير، مصر أم الدنيا، مصر سعيدة جدا باليوم الجميل دوت. كل حاجة 10/10، التنظيم الداخلية والأسلوب والاستقبال وكل حاجة 10/10. الحقيقة لقيت حاجة منظمة ميسرة وخصوصا لكبار السن، في نظام وفي ضابطات وفي ضباط، حاجة زي العسل بصراحة. ربنا يحمي بلادنا من كل سوء، وانا بناسب كل الشعب ينزل عشان يحمي بلادنا، ينزل عشان مصر اولا. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى نازل سلاحه بيرجردين، شعب أصل معدن وتاريخ. إشادة كبيرة من كبار السن وذوي الهمم بما يقدم لهم من تيسيرات لممارسة حقهم الذي كفله لهم القانون والدستور، وبما تبذله وزارة الداخلية من جهود على المستويين التأميني والإنساني في هذه الانتخابات. هذا اليوم يوم جميل جدا في حب مصر، في حب مصر والأمن كله وكل الناس كلها. الانتخاب 100-100، والناس صراحة كل احترام وكل تقدير لرجال الشرطة والأمن. أنا دخلت وخرجت أقل من دقيقة. ربنا يحفظ. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا، جيل بيسلم راية الجيل، حسيتنا بعزيمة قوية، موضوع مش محتاج لدليل. تأمين عالي، ضباط شرطة بيتعاملوا بمنتهى الاحترافية مع المواطن. الحقيقة حتى بالنسبة لكبار السن اللي زي حالاتي ما وقفش في الطابور، دخلت على طول. نشكر وزارة الداخلية لما بذلته من جهد لتأمين الانتخابات. وفي استجابة فورية لحالات إنسانية ترغب في الإدلاء بأصواتها ولم تسعفها حالتها الصحية، تتوجه مأموريات من مديريات الأمن إلى أماكن إقامتهم لنقلهم إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم، ويتم تقديم التيسيرات لهم حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم. مصر تملي تفتح بابها للقريب واللي بعيد والكل اللي بجد حبيبها. وزارة الداخلية بعتوا لي عربية وهم خدوني من بيتي لحد ما هنا جت اللجنة بتاعت المغتربين وانا من ذوي الاحتياجات. اشكر الداخلية بان هي بتقف جنب ذوي الاحتياجات. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي احلى بلد في الدنيا كله عارفها اكيد. تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة من المواطنين من كافة الفئات، واستجابة كبيرة من وزارة الداخلية لكافة الحالات الإنسانية التي ترغب في الإدلاء بأصواتها، رغبة منها في صنع مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة. طبعا هم المصريين. لمزيد من المتابعة انضموا لنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد الأنور، الكاتب الصحفي للأهرام. أستاذ محمد، يعني تعليق سريع حول سير اليوم الثالث من العملية الانتخابية وبداية مرحلة جديدة، أو هذه المرحلة الجديدة من عمر هذه الانتخابات الرئاسية وهي المتعلقة ما بعد إغلاق لجان اليوم الثالث. أولا لابد من التأكيد على أن الخروج المصريين بكثافة خلال الأيام الثلاثة الماضية هو رسالة للداخل والخارج بالدرجة الأولى، ودليل على وعي هذا الشعب بكم المخاطر التي تحيط به، ويريد الحفاظ على الأمن والاستقرار والتجربة المصرية في وسط كم هائل من التحديات على المستوى الخارجي تحديدا. وعندما نتحدث
على المستوى الخارجي فنحن ننظر إلى دول الجوار نعم. السودان، ليبيا، الأوضاع المشتعلة في غزة والمخططات التي تستهدف هذا الوطن، بغض النظر عن مسألة الحشد والتحشيد وموقيلة وما يقال في وسائل الإعلام المغرضة، فإن خروج المصريين البسطاء في هذه الأيام الثلاثة ومن كافة الشرائح والطبقات على مختلف وامتداد الجمهورية في الكفور والنجوع والقرى والمدن وغيرها وتنوع وكثافة المشاركة من قبل كل الفئات يؤكد على رسالة واحدة وحيدة، هي أن المصريون لديهم وعي كامل وتام بما يحدث. أي نعم هناك إصرار على اختيار بين أربعة مرشحين، ولكن الرسالة الأولى التي وجهها المصريون أنهم يريدون الحفاظ على هذا الوطن، يريدون استمرار الأمن والاستقرار والبناء بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم وبالمصريين من ضمنهم، إلا أن ما حدث خلال الثلاثة أيام الماضية هو رسالة للجميع، رسالة للمشككين في الداخل والخارج. هناك تنافس، هناك مرشحون يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن مسألة الاختيار فإن المشاركة والنزول، ونحن لا نزكي أحد عن أحد، ولكن المهم هو أن المصريون أيا كانت اختياراتهم هم نزلوا للاختيار والوعي للحفاظ على هذا الوطن، وإيصال رسالة للعالم بأن هناك إصرار شعبي ووطني مصري لمواجهة التحديات القادمة، والجميع يعرف إلى أين تتجه بوصلة الاختيار، ولكننا لا نسبق الأحداث. هي رسالة واضحة ومؤكدة تؤكد عظمة وبساطة هذا الشعب ووعيه التاريخي القائم على ضرورة الحفاظ على هذا الوطن. مصر ليست وطنا للمصريين، ولكنها وطن لكل من خرج من بلاده، سواء سوري، لبناني، يمني، عراقي، سوداني، ليبي، أيا كان، هي الملاذ والمأمن. ولكن المصريون في هذه المرحلة تحديدا يركزون بالدرجة الأولى على المخططات التي تستهدف المس بكيان وبوجود وبحدود هذا الوطن من خلال، وهو مطروح ومطروق في مختلف وسائل الإعلام العالمية والإقليمية. طيب أستاذ محمد، يعني ونحن بنرصد هذا الحدث، وهو حدث طبعا هام وشديد الأهمية وبامتياز في عمر أي دولة وأي أمة، ولكن هناك سؤال مهم: إلى أي مدى تغيرت نفسية وسريرة المواطن المصري تجاه عملية المشاركة في أي استحقاق انتخابي في ربما العقود الأخيرة، إذا ما قارناها مع هذه التجربة الانتخابية وهذه الانتخابات الرئاسية 2024؟ التغير هو والمحدد الأول فيما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية هو خوف وحرص المصريين على بلدهم، نزولهم بكثافة للمشاركة في الانتخابات هو دليل وعي ودليل على ضرورة، لأنه لا تستطيع دولة في العالم أن تتصدى للتحديات الخارجية الواضحة والمعلنة والمشخصة والماثلة والتي يتابعها المصريون يوميا على شاشات التلفاز إلا من خلال اختيار واعي ومشاركة كثيفة للتأكيد على هذا الاختيار. لأن نحن لا نتحدث عن اختيار، لأن في الأمور العادية والطبيعية والأجواء الطبيعية الناخبون يشاركون بنسبة معينة، ولكن المصريون نزلوا هذه المرة بكثافة للاختيار أيضا والتأكيد وإرسال رسالة للجميع بأن كثافة الاختيار أو الاختيار جاء بكثافة لتأكيد أمور محددة وواضحة، وإرسال رسائل لكل المشاككين وكل المغرضين، إرسال رسالة بأن المصريون يصطفون خلف مرشح معين، خلف دولتهم، خلف وطنهم، خلف الأمان والاستقرار، خلف التصدي للمخططات والإدراك والوعي بها، خلف قيادة لديها من القدرة والقوة ما يرضى آخرين على التفكير في أي تفكير والمساس بأي حبة رمل من رمال هذا الوطن، وتحديدا في سيناء وفي غير سيناء. في هذه العملية الانتخابية وتنوع اتجاهات المرشحين وأيضا تنوع برامجهم، إلى أي مدى هذا أثمر عن حالة من التعاطي من المواطنين حول جدوى هذه البرامج وإلى ما ستقود ربما في المستقبل، وهذا ربما يعني أثر على آراء الناخبين التي ترجمت في أوراق التصويت داخل الصناديق والتي يعني صحيح. يتم فرزها في هذه المرحلة. صحيح، كل مرشح قام بحاجة مؤيدوه
من على كافة المجالات والأصعدة وفي القرى وفي النجوة وغيرها كما سبق وأن ذكرت. ولكن الحشد لا يعني بالضرورة أن هذا المرشح أو ذاك، ولكن العنصر الفاعل والمحدد والدافع الأول للمشاركة الكثيفة هذه المرة هو كم المخاطر. أكاد أقول أن اختيارات المصريون واضحة أو المصريين واضحة ومحددة، ولكن كان لابد من الخروج بكثافة لتأكيد هذا الاختيار، تأكيد أن المصريون يسعون الاختيار والتأكيد على اختيار قيادة قادرة على مواجهة التحديات وإتمام ما بدأته من مشروعات على المستوى الداخلي، قيادة لديها القدرة والوعي. أما بالنسبة لبرامج المرشحين المطروحة فكل طرف من الأطراف قدم رؤيته، وهناك من حشد وهناك من أكد وطالب بالتغيير وغيره، هذه حرية. ولكن الأهم نحن في مرحلة حرجة، الجميع يتابع ويتابع ما يحدث في العالم حولنا، الجميع يعني نحن في مرحلة مفصلية، ومن هذا المنطلق وبناء عن الوعي أولا والخوف على هذا الوطن هو الذي دفع المصريون للخروج بكثافة. نحن هنا نسبق الهيئة الوطنية للانتخابات في إعلان النتائج، ولكن النتائج لا نقول أنها شبه محسومة، ولكن إذا كانت الأجواء والأحوال طبيعية كانت المشاركة ستكون أقل من ذلك، ولكن الخوف والحرص والوعي على هذا الوطن وعلى بقائه قويا سيدا، خاصة وأن أحد المرشحين وهو المرشح فتح السيسي كانت له تجربة سابقة وهناك خطط بناء وتشغيل والقوات المسلحة وغيرها من تنويع مصادر السلاح، فاعتقادي أن الذي ساهم بقوة وكثافة خروج الناخبين في هذه المرة هو التحديات التي يواجهها هذا الوطن. ومن هذا المنطلق كان خروج المصريين للاختيار والتأكيد على هذا الاختيار بكثافة، من منطلق أن الوضع الداخلي والخارجي لا يتحمل إلا اختيار قوي قيادة قوية بقوة وبتأكيد وبمشاركة شعبية واسعة تثبت للجميع أولا وعي المصريين، ثانيا أن المصريون لديهم خوف وحرص على هذا الوطن، ومن هذا المنطلق جاء الخروج بكثافة لتأكيد الاختيارات والجميع بانتظار النتائج إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي بالأهرام محمد الأنور، شكرا جزيلا لك على هذه الرؤية. وأتحول إلى الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني لمزيد من الرأي والتحليل. أستاذ عاطف، يعني تعليق سريع حول خلاصة الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية. خلاصة الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية أن الانتخابات جرت في مناخ من الحرية والنزاهة والشفافية، الناخبون أقبلوا على التصويت بكثافة غير مسبوقة، يعني أو غير مسبوقة أو غير متوقعة، خلينا نقول غير متوقعة بهذا الشكل وبهذا الإقبال. حتى كانت تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات بتقول يعني بتؤكد هذا، الناس اللي دخلوا اتعلموا عن المقار الانتخابات بتاعتهم الخاصة بيهم، كانت أعداد كبيرة جدا، لغاية امبارح كنا رصدين أكثر من 6.5 مليون ناخب أو من لهم حق التصويت. الإقبال كان من الشباب ملحوظ جدا، والمرأة طبعا. الثلاث أيام جروا في جو من البهجة والسعادة والإقبال، اللي بيقول إن المصريين بالفعل جديرون جديرون بالشكر يعني، وجديرون إنهم يثبتوا العالم كله إنهم لديهم تحمل، لديهم مسؤولية، ولديهم احساس بالمسؤولية، ولديهم انهم عايزين يظهروا العالم كله انهم يعني على قلب رجل واحد. طيب استاذ عاطف، يعني لو سمحت لي، لماذا دائما نتحدث عن انه الاقبال ربما لم يكن متوقعا؟ اليس من المفترض ان المجمع الانتخابي او العدد، القوة التصويتية، عدد من لهم حق التصويت، اليس المفترض والاساس في الامر ان هذا العدد يتوجه إلى صناديق الاقتراع، أخذا في الاعتبار طبعا أن ربما البعض يتعذر عليه ذلك لظروف عدم استطاعة لأي سبب، لكن هذه عادة تكون نسبة قليلة مقارنة ب
من هم قادرون على الإدلاء بأصواتهم؟ لماذا نتحدث دائما عن أنه الإقبال كان غير متوقعا؟ المفترض أن الكل يذهب إلى صناديق الاقتراع، هذا هو الأساس. يعني خليني لو بشكل مباشر جدا أجاوب على سؤال حضرتك، أقول أن بعض الدعايات كانت محبطة، البعض تصور أن أزمة ما أو أزمة اقتصادية تحديدا أو غيره ممكن خلي الناس تعزف عن المشاركة في هذه الانتخابات. لو قلنا ان احنا تعدادنا 150 مليون مصري، فاللي ليهم حق التصويت ثلثين هذا العدد، حوالي 67 تقريبا مليون، هي القوى التصويتية. احنا يعني مع القياس على الانتخابات الماضية ما كناش متوقعين ان هذا العدد انه يفوق حتى الانتخابات اللي فاتت، يعني يفوق حتى الانتخابات اللي فاتت. والدعايات او هي اللي خلتنا في البداية نتصور ان الناس يعني هتعزف او غيره، لكن هذه التوقعات خابت بشكل يعني احنا يعني كنا نترجى انها تخيب هذه التوقعات السلبية وان تكون المشاركة ايجابية بهذا الشكل. تفضل. طيب استاذ عاطف، يعني سؤال اخير لو تكرمت، وهو يدور حول المرحلة التي تتم حاليا وحالة الترقب في الشارع السياسي المصري لهذه المرحلة. تشهد نفس حالة الاحتشاد والتأهب التي كانت موجودة على مدار الأيام الثلاثة في هذه المرحلة الآن؟ طب بالطبع، يعني احنا فعلا كلنا محتشدين خلف بلدنا خلف وطننا، مدركين جدا الظرف الراهن اللي احنا بنعيشه، ظرف يعني بالفعل فيه خطورة كبيرة. الوطن المصري او وطننا بيمر بتحديات كبيرة. نعم. وطننا بيمر بتهديدات جيوسياسية على حدود الأربعة الشمالية والجنوبية والشرق والغرب. وطننا أمامه أيضا تحديات كبيرة جدا في استكمال البناء. نعم. والتنمية اللي بدأت على مدار السنوات على الأقل السنوات العشرة الأخيرة. احنا عايزين نكمل هذه التنمية وهذا البناء ونكمل المشوار مع قائد سياسي ومع مدير لهذه الدولة العظيمة مصر، مع مدير لأكبر شركة هي شركة الوطن اللي احنا بنتشارك فيه. انا بقول دايما بسميها شركة كبيرة اساسها الشعب والسلطة والارض. احنا بنختار هذا المدير عشان يسوس الامور ويكمل بينا المشوار اللي بدأناه. احنا ما فيش نقوص وما فيش رجوع. احنا عزمنا على ان هذا الوطن يكون اجمل وطن واعظم وطن ويمتلك القوة والقدرة الشاملة لمواجهة التحديات سواء على مستوى الخارج او المستوى الداخل. نعم. احنا بنبني وطننا عشان نغيره، عشان نعيد صياغة الحياة على وجه هذا الوطن، ان احنا نتدارك ما فاتنا من وقت كبير وما خسرناه في الثلاث اربع سنوات اللي بعد 2011 بعد 25 2011. قد يكون في بعض الهنات، قد يكون في بعض الحسابات الخطر، كل هذا ممكن تداركه بشكل كبير، يعني مش بشكل ومع الازمات اللي مرينا بيها، الازمات العالمية اللي اثرت على مسيرة التنمية. نعم. واللي خلت الناس حست ان في ازمة ما، تحديدا ازمة اقتصادية، الاسعار ارتفعت شوية غيره، لكن احنا نقدر نقول ان احنا انجزنا بشكل كبير جدا في قطاعات كنا يعني كانت بعيدة عن خيالنا ان احنا ممكن ننجز فيها بهذا الشكل. قطاع الصحة وباكد عليه تحديدا، التعليم حاولنا فيه وما زلنا بنحاول على اصلاح التعليم بشكل شامل، قطاعات الزراعة، قطاعات الصناعة، الناس عايزة لها مطالب مباشرة، لها مطالب خاصة بالاسعار او غيره. هذا مع الوقت ومع يعني تجاوز يعني الأزمة العالمية وتجاوز بعض الهنات في الداخل ممكن نتدارك هذا بسهولة. أنا أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، شكرا جزيلا لك على كل هذه الآراء. وأتحول إلى الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، يعني البعض من أسرة الصحافة المصرية ركز في الساعات الماضية على مصطلح أن كلمة السر ربما كانت هي الشعب أو كانت هي الناس في هذه الطوابير المصطفى أمام اللجان في الساعات الأخيرة.
وبالطبع الشعب هو كلمة سر. الشعب يمتلك الوعي الفطري طبعا، الشعب المصري يمتلك وعي فطري. الوعي الفطري ده بمعنى ان في وقت الازمة وفي وقت الشدة هتلاقي الشعب المصري كله ملتف حوالين الدولة المصرية وحوالين قيادة الدولة المصرية، مساند لقرارات الدولة في حماية الامن القومي. الامن القومي ده مش لازم ان هو يكون في المعاهد والكليات والاكاديميات، لا، الامن القومي اصبح مفهوم عند الشعب المصري نفسه، بحس من داخله ان هو يقدر في وقت ما يستشعر الخطر على دولته يقف ويصطف ويكون امام اللجان، ويكون ايضا في كل الاوقات مساند لدولته. احنا شفنا ده على مر التاريخ، يعني بعد حرب 67 ازاي التف الشعب حوالين قواته المسلحة وقدر ان هو يعبر بيه ويعبر في حرب اكتوبر 73 وينتصر. ما هو ده برضو الشعب التف حول الجيش. في 30 يونيو 2013 الشعب لما حس او شعر ان في جماعة او تنظيم ارهابي بيسعى الى تغيير الهوية المصرية، بث الفتنة، إثارة المشاكل بين المواطنين والمصريين بعضهم البعض، خرج المواطنين في 30 يونيو وأزاحوا هذا التنظيم الإرهابي من حكم البلاد. نعم. شفنا الشعب المصري أيضا تحمل ووقف خلف الدولة وخلف القوات المسلحة مرة أخرى لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وقف وساند عملية الإصلاح الاقتصادي، شعر بالتحديات العالمية الاقتصادية مع أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا في الوقت الحالي احنا شايفين ما يحدث في قطاع غزة، وما تسعى إسرائيل فيه إلى التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وهو ده اللي بيصرح به دايما البعض في الحكومة الإسرائيلية. مصر رفضت والرئيس عبد الفتاح السيسي اكد انه هذا الكلام غير مقبول، من مره تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الدوله المصريه. الشعب نزل برضه في الشارع وعبر عن رايه. وفي الوقت الحالي طبعا اصطفاف المواطنين امام اللجان وتصويتهم في الانتخابات الرئاسيه ده اكبر تاكيد من الشعب المصري على وقوفه خلف الدوله، استشعاره بالخطر ان هو يقف خلف دولته. الرئيس القادم اللي هيبقى متواجد ان شاء الله هو يعني له شرعيتين، شرعية الصندوق اللي هيتم بيها وشرعية هذا الشعب اللي اصطف في الشوارع، يعني شرعية صندوق وشرعية شارع ايضا من المواطنين اللي اصطفوا ووقفوا خلف رئيسهم وخلف قائدهم لمواجهة أي تهديدات وعدائيات محتملة على الدولة المصرية، تديله الحق إن هو أو تفوضه إن هو يتخذ أي قرار يراه في مصلحة الدولة المصرية وحماية الأمن القومي المصري. أستاذ جميل، يعني في إطار أيضا المشاهدات حول هذه العملية الانتخابية لابد أن نتطرق إلى أنها كانت بالتأكيد بروفا لل حالة الإقبال والاهتمام وربما الزخم الذي ستحظى به الاستحقاقات الانتخابية القادمة وربما الانتخابات النيابية في 2025 هي أيضا أمر هام لابد أن نتحدث عنه. كيف تمثل الانتخابات الرئاسية 2024 ربما خريطة لقوى سياسية موجودة على الساحة وربما لها قدرة على الحشد وقدرة على الدعاية وتقديم المواقف والبرامج وما إلى ذلك، وما سيثمر عنه ذلك في الانتخابات البرلمانية؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك أن بداية الحراك السياسي بشكل حقيقي داخل الدولة المصرية بداية من الحوار الوطني اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الحوار الوطني اللي ضم كل أطياف الشعب المصري، كل أحزاب، كل التيارات السياسية المعارضة والغير معارضة، كل قال رأيه بمنتهى الحيادية وبمنتهى الوضوح دون خطوط حمراء. استكمال الحوار الوطني هو الانتخابات الرئاسية اللي تمت على مدار الثلاث ايام، هي ده استكمال للحوار الوطني واستكمال للحركة السياسي. ده كان نتاجه ايه؟ ان في ثلاث مرشحين من احزاب معارضة قاموا بالترشح لرئاسة الجمهورية عشان يبقوا متواجدين. هذه الاحزاب لازم تبقى متواجدة على الارض. الحزب الاحزاب اصلا قايمة
على الوصول للحكم في أي دولة أو في أي مكان. يعني الحزب ما هوش المفروض أنه يفضل في مكانه، المفروض أنه هو يشتغل وينافس ويصل إلى الحكم. وده من مبادئ أي حزب من الأحزاب الموجودة في مصر أو في أي دولة في العالم طبعا، غير كده هيبقى جمعية أهلية أو أي شيء آخر غير أنه يبقى حزب. لهذا السبب احنا شايفين ثلاث احزاب معارضه نازله في امام تسعى الى الوصول للحكم. اذا في المرحله المقبله، الانتخابات النيابيه المقبله، اعتقد الاحزاب هيبقى ليها دور ايضا كبير، الاحزاب المعارضه هيبقى ليها دور كبير، هيبقى في منافسه على الارض، في منافسه موجوده واضحه، كل بيسعى ان هو يحصل على الاغلبيه داخل المجلس. هنشهد زخم سياسي في المرحلة المقبلة، وزي ما بقول لحضرتك كل ده نتاج للحوار الوطني اللي تم خلال الفترة الأخيرة. هناك أيضا حديث يدور على أنه حتى بعد أن تكتمل هذه الصورة الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024 فلابد أن يكون هناك حالة زخم في العمل على تنفيذ المخرجات التي يجب أن تنتج عن هذه الانتخابات، بمعنى أن هذه الانتخابات وأيا كان شخص المرشح الرئاسي الذي سيفوز في النهاية، هو كان لديه برنامج قدمه للناخبين وشرح بنوده، وهناك ربما هذا يمثل دستور أو عهد بينه وبين الناخبين. هل مما رصدت أنت في برامج المرشحين الأربعة هذه البرامج تقبل التحقق على أرض الواقع وفي يعني توقيتات زمنية مقبولة لدى نفس الناخب الذي وضع صوته لهذا المرشح أو ذاك في صندوق الانتخابات؟ عايز أأكد على حضرتك على حاجة، أن يعني مش كل البرامج بالتأكيد يعني الكلام اللي يتم تنفيذه على الأرض أو تنفيذه الفوري على الأرض. يعني مثلا في المجال الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العالمية ده بتحتاج فترة من أجل الهيكلة ومن أجل إعادة العمل الاقتصادي مرة أخرى داخل الدولة، فده هياخد وقت. العمليات الأخرى لمجال التعليم، المجالات عديدة طبعا، إحنا بنيين على أرض صلبة خلال العشر سنين اللي فاتوا دول، العديد من المجالات تم تنفيذ فيها يعني إنجازات كبيرة جدا في مجال الصحة، في مجال البنية التحتية داخل الدولة، في مجال إنشاء المصانع وخلافه، كل ده القضاء على العشوائيات، الاهتمام بالمواطن على المستوى الاجتماعي أيضا للمواطنين. إذن في أساس تم وضعه من أجل طبعا استكمال هذه المسيرة. هل الرئيس المنتخب القادم هل عنده المقدرة على الاستكمال ما تم بناؤه، استكمال ما تم العمل فيه؟ هو دي هنا نقدر نتكلم. ايضا ان الشعب المصري حصل على مكتسبات، فالشعب المصري بيدافع، يعني نزوله برضه هو دفاعا عن المكتسبات اللي قدر يكتسبها خلال الفتره الاخيره دي اللي مش ممكن يتنازل عنها مره اخرى. يعني لهذا السبب هو نزل الدفاع عن المكتسبات دي، فيجب ان يتم المكتسبات اللي اكتسبها دي يتم الاضافة عليها ويتم العمل على تطويرها بشكل يناسب المواطن المصري ويناسب المرحلة المقبلة. في أمور كتيرة جدا يجب العمل عليها ويجب تنفيذها، لكن مش زي ما بقول لحضرتك ان مش كل ما يطرح في البرامج الانتخابية قبل التنفيذ الفوري على الأرض، لأن الدول بتاخد وقت في عمليات التطوير وعمليات البناء وعمليات التحديث. بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية 2024 في صورتها الآنية، ونحن ربما بعد ساعتين فقط من الموعد المحدد لإغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من هذه الانتخابات، بالتأكيد كانت هناك حالة متابعة من منظمات وهيئات حقوقية في الداخل وفي الخارج لمجريات هذه العملية الانتخابية، وكان هناك يعني تشديد كبير من الهيئة الوطنية للانتخابات على إتاحة الفرصة لكل من يعني مصرح له بهذه العملية أن يقوم بهذه الأمور بأريحية تامة طالما استوفى الاعتمادات اللازمة لذلك. كيف ترصد أنت ما أوفت به هذه الجهات التي قامت بمتابعة هذه الانتخابات وأبرز ما جاء في تقاريرها ربما؟ وأنا عايز أقول لحضرتك
نقطة مهمة جدا، إن مش الجهات الحقوقية فقط، ولكن في المراسلين الأجانب للوسائل الإعلام الأجنبية. طبعا كل الجهات الحقوقية ما فيش أي ملاحظة جات على على العملية الانتخابية في إشراف كامل، في أيضا إعطاء الفرصة لهذه اللجان الحقوقية انها تدخل اللجان وتقابل الناس وتقابل المشرفين وتشوف التسهيلات وتشوف ايه اللي بيحصل على كل الاتجاهات. ما كانش فيه اي ملاحظات سلبية على اجراء العملية الانتخابية، بالعكس في اشادة بالتسهيلات اللي قدمتها الدولة المصرية والحكومة للمواطنين والهيئة العليا والهيئة الوطنية للانتخابات من اجل اجراء هذه الانتخابات، التسهيلات اللي قدموها، الاجراءات الحديثة اللي تم تطويرها خلال الانتخابات دي كلها كان فيها اشادة بيها. وايضا على الجانب الاخر جميع المراسلين الاجانب اشادوا بالعملية الانتخابية، اشادوا بنزول المواطنين، واكد الاغلبية العظمى منهم او جميعهم ان هذه المشاركة المصريين هي مشاركة غير مسبوقة في اي انتخابات سابقة. اذا الجميع، مصر ما يعني لم تخفي شيء، ما قدمت كل التسهيلات الممكنة لجمعيات حقوق الانسان في الخارج تشرف او تشاهد المراسلين، لان قدمت لهم كل التسهيلات. ايضا مصر ما بتخبيش حاجة، لان كل حاجة امام العالم وكل حاجة العالم شاهد عليها من خلال وسائل الاعلام اللي اشادوا برضو بالعملية. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. إذن مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود ونلقاكم.